الحمد لله. حانا بدي حفلة هذا المهرجان ديال طنجة وديال ديال داك الشيء القديم، وراني فرحانة وهما فرحانين وفرحانين بيا في النهار وفي الليل، وتصاور وزوني ما خلاو الصحفيين وكل شيء. كنطلب ربي الله يطول عمرهم وعمر المغرب وعمر محمد السادس، الله يحفظنا ويحفظ المغرب ويحفظ العالم بسري. وهذا اللي كنقول لك، راني غنيت بكري، قلتي لي غنيت صغيرة وكنت باقا ما تنعرفش نغني، كنت تمثيل. ومن بعد العيوط الاولين انا اللي عملتهم بالعيطه بالجخ الوطني ديال معطي البيضاوي الله يرحمه، عملتهم عصريين بالاوركيس كيفهمهم كل دوله كتفهمهم، العيطه القديمه التاريخ ديال بكري. والحمد لله كل شيء كيبغيني وكل شيء تيفرح بيا وكل شيء تيقولوا لهم الحاجه حمدويه ماتت، تيعيطوا لي بالتليفونات وتيبكيو، حنا توحشناك حنا بغيناك تباني، حنا كنقول لهم دابا ان شاء الله الله يحفظنا ويحفظ مغربنا ويحفظنا، الله يهديهم. ما عندي ما نقول لهم انا، الله اللي غادي يهديهم. والحمد لله كاع الناس تموت وكاع الناس تمرض ماشي عيب، ما عندي غرض انا. وانا الشباب كنطلب الشباب الغناوي زمان الغناوي ديال بكري يديروا بحالي انا، ياخذوهم ويعملوهم عصريين باش كلشي يفهمهم. وشكرا. ولا قلتي تجي وما جيتي والحاسب بنوبي اكيفي هكيفي هكيفي الحب بزاف عليكم انتم.